نوستالجيك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. سلام أهلا بتونس، يوم آخر جميل نبدأه بالنشاط والحيوية والحماس للعمل والبذل والعطاء. رانا محظوظين ياسر أريج، رانا نخدموا في مهنة نبيلة رائعة فعلا. شكون كيفنا يقعد كل يوم يتفرج في نفس العركة التي تدور رحاها منذ أشهر، ويقعد يلوج على شكون بدا الأول، وشكون ضرب شكون، وشكون خالف أما فصل من أما قانون، ومن غدوة يجي للراديو باش يعمل الأحد الرياضي متاع العركة، يحللها ويناقشها ويعلق على أهم المحطات اللي فيها، ويستعرض شريط الصفعات والمقصات. شكون كيفنا تراه؟ تفرج هك الماتيير بربي، هك الأحداث وهك المواضيع، وكذلك هك المقرص وهك المعجون. في المغرب مجلس نواب الشعب نوائب ومعارك عبثية، في الصباح في البرلمان المناخ السياسي تعفن بشكل لا يطاق ونواب في حالة هستيريا، وأخيرا في الشروق فوضى وعنف في الجلسة العامة، البرلمان خطر على البلاد. إذن شكرا ليك خويا مكي، وعودة إلى أجواء الملاعب والسبورة الإلكترونية بملعب سيدهم الشيخ بباردو. المواجهة بدأت بعد ما نعرفش قديش من دقيقة لعب مباشرة من شيرة المدارج المغطات باحتجاج النائبة عبير موسي وكتلتها على أحداث أواخر الأسبوع الفارط، فقرار يجي من رئيسة الجلسة بمنعها من أخذ الكلمة، يليها تصعيد من كابتن فريق الدستوري الحر، فدخول مواجه دخول مفاجئ على مستوى منطقة الجزاء من النائب فيصل التبيني. لحمتشي بين موسي والتبيني، تعملك رئيسة الجلسة تعقبهم الزوز. هوني النائبة موسي تدخل تعديل في تكتيكات الفريق وتمشي باش تجيب البوق. اين عم البوق؟ ما قلت لهم في صفاقس اش عندكم ماريتو من الميجافون؟ مازال ولكن هيهات. فأديه هي سيدهم الشيخ كان استعد مع فريقه وشاهد عديد المقابلات السابقة لفريق الدستوري الحر وحفظ تكتيكاتهم، واخذ قرار بمنع إدخال الميجافون لقاعة الجلسة. أكا هو عاد كي جابتو للعبير لتطلق العينين للحنجرة الذهبية متاحة، منعوها أعوان المجلس باش تدخلوا. وهنا هي ومريم اللغماني اتهموا النائب موسى بن أحمد بالاعتداء عليها، وهو يقول خاطيني، وهذا راه صار البرة من القاعة، يعني حكم المقابلة سميرة الشواشي ما شافت شيء. وينو الفار؟ لا قالك ما فماش فار، حتى حد ما صورها اللقطة. وفي كل الحالات توقفت المقابلة عقب نزول الجماهير للميدان ممثلة في أعوان المجلس وكاتب عام نقابتهم. وقتها عادة دخلت بعضها ودخل فيها المنجي الرحوي، وولت عركة بين نقابي ونواب في قاعة الجلسة العامة. الأكيد أنه مشهد مؤسف خويا مكي، والواضح أنه ما عجبش الجامعة متاع النقابيين، هاوك هبط عليه الاتحاد السيد، وقفوا عن العمل النقابي وسخسخوا إيلون ديسكراسي. أما سيدهم الشيخ فقد جاب عد المنفذ باش يعاين عميل عبير موسي وعلم عليها النيابة العمومية. وهوني خويا مكي نعلن نهاية هذه المباراة، شكرا لكم على المتابعة، بروحوا. نعم اي يكهو يزي فيه البركة. شنو تحب اخر انت؟ تحليل موفيولا على الشيء هذا؟ لا يا اخويا ما عنديش التحليل سيدي جاوفي. احنا توا خلينا المسألة تحت نظر المؤسسات، وحاليا فما اجتماع للمكتب التنفيذي الموسع متاع ألاون، وقاعدين ندرسوا جديا في امكانية مقاطعتهم الكل. جاع الكل كاين.